أخبار اليوم. كلمنا عن المعرض السنة دي وإيه هي أهم مميزاته؟ المعرض السنة دي بيتميز إن إحنا في استقرار في البلد، يعني نجاح جدا للمعرض. فكنا الأول متعودين إن الطبقة اللي هي النخبة أو الناس اللي هي مرفهة هي اللي بتيجي المعرض. أنا لاحظت السنة دي إن الطبقة اللي هي المتوسطة، ويعني هنقول العادية، الطبقة العادية اللي هي كتيرة في الشعب المصري، هي كتيرة في المعرض. والله هو المعرض غير السنة اللي فاتت، يعني كل سنة للأسف المعرض بيبقى لمم نخبة كبيرة جدا من العارضين، واخد بال حضرتك؟ السنة دي برضك لمم مجموعة كبيرة جدا يعني من العارضين ممتازين، صرفوا فلوس كتيرة جدا وعملوا شغل كبير جدا، لكن الأقبال ما فيش داعي بصراحة اللازمة، يعني الأقبال مش زي كل سنة. ده معرض قومي، المفروض الدولة بتسوق له صح، يعني المفروض قنوات بتنزل تغطي صح، المفروض بيبقى فيه دعاية صح بشكل منتظم، فالناس كلها تعرف. في ناس بتقول احنا ما نعرفش ان جنينة الأورمان بتبيع فيها معرض، بتعمل بتبيع زهور الجمهور. طبيعي كلنا بنعرض شغلنا عشان نشتغل، يعني دي اهم مميزاته. طبعا الفتره ديت يوم شغال وعشر مش شغال، ودي حاجه مش كويسه، مش دي الحاجه اللي احنا نفرح بيها. واحنا كشباب طبيعي لازم يكون شغلنا مستمر، لان يعني انت تبقى باني حاجات مثلا معينه في دماغك، في اهداف ليكي بتحب تحققيها. بس والله هي المعرض له مميزات كتيرة، أولهم إن أنت بتشوفي ناس جديدة خالص، وبتلاقي حياة مختلفة خالص عن أي معرض تاني، لأن الناس متعودة عليه بقاله فترة طويلة قوي. وكمان الزهور اللي بتتعرض فيه كل سنة بتبقى مختلفة عن السنة التانية. موضوع قلة إن في ناس ما عادتش تيجي زي الأول، لأن ما بقاش فيها أهمية للمعرض، مفيش دعاية كويسة، مفيش ناس، يعني مفيش حد بيجي عليه كتير زي الأول. يعني